تعامل الجمارك الإدارة الجمركية مع الاقتصاد الوطني، لأنه أساس شفافية الاقتصاد هي الإحصائية. وأنا لاحظت بلي بارك الله التقارير تجي وكذا سداسيا. الوثائق تكون كلها في الانترنت، يعني باش الناس كلهم يشوفوا هذه الاحصائيات، هذا شيء مهم جدا. اما المراقبه والمهربين والناس الذين يريدون المساس بالاقتصاد، لازم الانسان كذلك بالوسائل العصريه، يعني القمع تاع الدوله يكون طبعا بالقانون وبالعداله، لكن كذلك بعصرنة الوسائل اللي تمكننا مراقبه هذا المفسدين والذين يريدون المساس بالاقتصاد. وهنا دائما انا اطرح قضيه، وهذا اكد عليه دائما سيد رئيس الجمهوريه، على رقمنه الجمارك، طبعا الادارات الاخرى كذلك، لكن جمارك ضروري انها تكون في هذا المستوى العالمي، لان يعني اليوم رانا في يوم عالمي. نظن باللي لازم الرقمنه هي نظن المحور الاساسي اللي يخليكم اولا العمل تاعكم يكون اسهل، ويكون العلاقه ما تكونش مباشره باش يكون مشاكل مع المواطنين، لكن بالاحصائيات بالرقمنه بالنصوص القانونيه نستطيع ان نكون يعني في المستوى